مراد مراد ما قلت لك هالشغلة رح تزبط؟ زبطت زبطت، بس هدول عم يقولوا في المسا تصوير تجريبي، شو بدنا نعمل؟ للمسا منحل هالموضوع، بس اللي ما فهمته كيف قدرت تقنع البنت؟ عرفتك ما هي؟ تعرف كيف قناعتها؟ عطيتها شيك مفتوح. تصرف ذكي كتير. مرحبا. هلو. حياتي شو هالجمال؟ يعني انتي عم تضوي ضوي، ما عم بقدر شيل عيوني عنك، كل هذا من الحب؟ والله الفترة هيك سمعت مزبوط، وبظن صحيح لأنه ممكن يكون سببه العشق. وأنا هيك حاسة. ممكن اثنين قهوة لو سمحت؟ ايه قلي لي لشوف كيف ماشي علاقتكم. والله يا لميس خليني قلك اني مبسوطة، مبسوطة كتير. وبتعرفي شغلي، بحياتي ما صادفت إنسان يفهمني أو يسمعني كل هالقد. دايماً كانوا عم يدوروا على منفعة وغاية، بس هذا ما عنده هيك شي بنو. بس أوكان مو هيك، ما نو هيك، شايف الدنيا من عيوني. ولو تشوفي البيت، الأرض، السماء، ورد بكل مكان، بكل مكان في ورد. وبعدين يا بنات عملت كل الاستخبارات وعملت كل التحقيقات، وما في مرة تانية بحياته، والصفحة كتير نظيفة. وبعدين متفهم كتير وما بيتدخل بشغلي بنو. والله جد؟ ايه طبعاً ما بيتدخل، يعني بس بيعطيني رأيه الخاص بشغلي وبتيابي، بس بالنهاية دائماً بيترك القرار لإلي، وأصلاً هو عنده شغل وعنده مشاغل. بمجال التغذية مزبوط ما؟ لا مو مزبوط، هديك الأمور أخواته عم يهتموا فيهم. وبصراحة أو كان في شي تاني عم يفكر فيه، هو عم يفكر يأسس لمشروعه الأصحة. منفكر نأسس مع بعضنا شركة إنتاج. شو كيف لقيتي الفكرة؟ منيحة كتير، بس حياتي أنا بصراحة لازم قلك شي. لا تقولي يا لميس، لا تقولي يا، يعني ما تجيبي سيرة العمر هلأ. ايه يعني هو أصغر مني، بعرف هذا الشي بعرف. بعدين في رجال بعمر أبهاتنا عم يطلعوا مع بنات بالعشرينات، مزبوط ولا لا؟ يعني هدوك ما بينحكى عليهم، وهلأ المشكلة بدها تكون عمر. أوكان لو سمحتي ما تحكي هيك، لو سمحتي. لا لا دقيقة، أنا ما علقت على العمر أبدا، طالما القلوب عند بعضها العمر شو بهم حياتي؟ ما بهم أبدا. أكيد عن جد عم تحكي؟ ريحتيني كتير لميس، اوف ريحتيني كتير. وانا كمان هيك رأيي، العواطف اهم شي. بس الشي الاساسي اللي معلقة عليه هو الزواج. شو بتقصدي؟ ايه تمام، ونحن لهلأ بعدنا ناطرين عقد اعلان انوار سايلن. ايه وجلال بيك متصل فيك اليوم، ومتصل فيك كمان ايمن مساعد جلال بيك. تمام ماشي، العقد ممكن يوصل اليوم؟ ايه ممتاز، شكرا لك. اعطيني الفاضي يا سهيلة. عمو بكر خير؟ مو على بعضك انت، في شي مضايقك مثلا؟ زعجت فريدة خانم بس بدون قصدي، والله كان عندها مجلة انا رميتها وطلع بدي اياها. تمام، ما تحط ببالك هالقد عادي. ايه انت امتى ناوية تتزوجي اوكان؟ يعني انا واوكان ما حكينا بموضوع الزواج، بظن احتمال يكون اخر الشهر لانه ما في داعي للانتظار. حلو حلو حلو، لكان عنا وقت. على شو عندك وقت؟ لنحكي بموضوع عقد الزواج. لا لميس، أنا ما بدي هيك شغلات. أنا عندي ثقة بأوكان. أنا ما قلت شي، وأنا عندي ثقة بأوكان كمان، بس الدنيا فيها مشكل ملون حياتي. يعني برأيي على الأقل عملوا عقد زواج سري. أنتي قلتي لي إنه في ألف واحد عم بيدور حواليكي، وموضوع عقد الزواج أكيد رح يكون أضمن لإلك. يعني صح، بس عن إذنكم أنا لازم رد عليه. باردون. طبعاً روحي. ما رح طويل، قول يا روحي قول. إيه هلأ بده يضحك عليها بكم كلمة ونرجع من الصفر. لميس خانم برأيي ما تكملي، لأنه مستحيل تقدري تقنعيها، عشقانته ما عم تقدر تشوف شي تاني. وشو نعمل دجلة؟ نتركها تروح وتتزوج ونخليها الزلمة يضحك عليها وياخد منها كل شي؟ طبعاً لا، بس لازم نفهمها وضع أوكان بشي طريقة. بس حكينا نحن ما رح يفيد ولا شوي، بس رح نضايقها. عم قول لو حدا غيرنا يخبرها بالموضوع.
ليش ما مننزل خبر عنهم مع صور على السوشيال ميديا؟ بلكي من التعليقات منقدر نعرف شي عنه. ايه صح. ها؟ صح. ها؟ إذا ما رحنا لعند أوكان، أوكان بيجي لعنا. برافو عليكي دجلة، منيح هيك. شو يعني رح ننشر؟ طبعاً بدنا نعمل هيك، وإجتني فكرة أحسن من الصور. فريدة خانم، جبت لك عصير بجنن، تازه وفريش وبهدئ الاعصاب كمان. شو المناسبه؟ بس هيك اجى على بالي. لازمك شي تاني يا ترى؟ لا مو لازمني شي. صحه وهنا. ما تاخذوني يا صبايا، والله بيزعل اذا ما برد علي. اوه شكله البيك حساس. حبيبتي أنا قبل شوي قلت لك عقد الزواج وكذا، بس لما فكرت فيها برأيي معك حق، وما في داعي تعملي عقد بنوب. شو؟ عن جد عم تحكي لميس؟ إيه؟ ما في داعي أبداً، برأيي ما نعقد الأمور وما ندخل عدم الثقة بعلاقتكن. آه لميس ريحتيني، ريحتيني كتير، عن جد بتشكرك، وأنا هيك كمان رأيي. يعني العلاقة لازم تكون مبنية على الثقة صح؟ سينان أنتي معك حق مليون بالمية، يعني إذا نحنا ما وثقنا بالناس اللي بدنا نكون معهم، الزواج شو ضل له معنا معناتها؟ إيه أكيد. الحب شو بيبقى له معنا؟ ارتحت. على فكرة وأنتي عم تحكي برا صار في تطور كتير غريب. اتصلوا فيكي مين كان ليجان؟ كان ليجان؟ آه هي زينب. آه تمام عرفتها. طالبين منك تطلعي معهم بالبرنامج اليوم. إيه لأ هيك خبط لزق بيصير اليوم معقول؟ بصير خبط لزق، وأنا وافقت بدون ما أسألك لأنه صورت إنه الفرصة إجت على بابنا، بس إذا ما بدك فيني إلغيها فوراً. هيك برأيي هي فرصة كبيرة كتير لحتى تحكي فيها بخصوص مسلسلك الجديد، خلينا نطلع وبعدين فيكي تحكي بخصوص أوكان كمان. أنا سمحت لك. لا لميس بعرف إنك ما بتحبي هيك شغلات. بعرف ما بحب أبداً، بس هالعلاقة ما عمرها يوم ويومين. أي صح. أربعة أشهر بحالهم ما هيك؟ يعني فيكي تحكي. وحتى ليكي شو نعمل، خلينا نحن نكون اللي نشر الخبر لأول مرة مباشرة على التلفزيون، وهيك بتكون إجتنا فرصة كبيرة لإيدينا، ومن بعد هلأ بخليهم يعملوا كل أخبارك وبشرف عليها بنفسي، ما تقلقي. تمام إذا أنتي موافقة أنا موافقة. لكن خليني أخبر أوكان. ما تخبري، لك ما تخبري، خليها مفاجأة. كل المفاجآت أوكان بيك بده يعملها، خلينا نحن كمان نعمل شوي ما هيك. بس تأكدي إنه هو رح يكون عم بيتابعك، أنتي ما تقلقي أبدا. لميس خانم، لميس خانم عم تصدمينا فيكي. انبسطت كتير. تمام. فريدة خانم جبت لك اكسترا اكسترا اسبريسو بالرغبة، تفضلي دوقي وديلي. يا ابني انا العصير اللي جبته قبل شوي ما خلص. ايش المشكلة خليه قدامك، ما بتعرفي شو ممكن يصير يعني، اذا بدك شي تاني برجع بيجي. اي لا لا تجي. والله يا فريدة خانم أنا ما كان قصدي زدت للمجلة، بس لأنه هي قديمة ولحنا متعودين نرميهم، ما كان قصدي، بعتذر. ليك بكر اللي صار صار ومشي الحال، المجلة راحت وما بقى ترجع، وأنا رح حل الموضوع وبحب طمنك أني ما رح موتك، لا تخاف. تمام بس أنا يعني حاسس علاقتنا ما عادت مثل قبل. فريدة خانم كيف يعني؟ شو بيعرفني كنتي تضحكي معي تمزحي معي تحكي معي، هلا ما عاد في هيك شي بنو. ليك بكر لا تضل واقف، تفضل اقعد. والله بيصير. ايه فريدة خانم شو بده يصير هلا يا ترى؟ يعني لحد هون وكل شيء انتهى؟ يا الله دخيلك، وانت كمان يا بكر بدك تبلش تنقف راسي، والله مو ناقصني انا. اف يا ربي. لا لا ابدا يا فريدة خانم، بس الانسان ما بيقدر ما يفكر فيه لهذا الموضوع. معقولي علاقتنا انا وياكي تنتهي مشان مجلة ومجلة قديمة؟ بكر قلت لك أنا رح حل لهالقصة، لا تصرع ولا راسي بنقك، ها تحرك على شغلك وأنا بعرف كيف حل أموري. لشو؟ بكر أنا ماني مضطرة شاركك بأسرار المهنة تبعي، فهمان؟ تمام تمام خلص وصلت الرسالة، فهمت عليك. يا حرام بس عن جد يا حرام. إيه ضيعان العشرة. إيه والله. يا الله دخيلك، أنا مو ناقصني غير بكر والنق تبعه فوق منه. وهلأ مشكلتنا الوحيدة إنه نظبط البث المباشر. ليش مو مظبطتي؟
دجلة من إمتى أنا جنبك؟ يعني معقول كون مزبطهم وقايلتلك؟ يعني برسالة و... خلص سكتت سكتت. نحن لازم نعطيهم خبر بأي طريقة، المهم سيلان تطلع على البرنامج وبعدين أنا بحكي معهم. لميس خانم أنت مالك سهلة. شكراً إليك. بس أنت وعدتينا يا لميس. حياتي أنا وعدي وعد، بس بدي خبركم شي ما حدا بيعرفه. بس مو أحسن تعطينا رؤوس أقلام؟ ليكي خلي سيلان تطلع على البرنامج بالأول وبعدين بنحكي، تمام؟ تمام، لكن بشوفك. أوكان بيك، مرحبا، كيفك؟ أنا لميس. وأنا منيحة كتير، شكراً إلك. بما أنك خبرتني أنك حابب تكون بصورة كل شيء، بعد شوي على قناة شفاف رح يحكوا بموضوع بهمك كتير وبيعنيك كمان. بتمنى أنك تتابعه. باريش؟ أخي دقيت لك كذا مرة وخطك عم يطلع مسكر، الفيديو نازل على النت. كتار اتصلوا يسألوني وأنا عصبت وقفلت موبايلي. فهمت، ما تحط ببالك أخي، بيصير هيك شغلات. ليك حذر، شو صار؟ شو صار؟ سرحان عرض علي شغل. سرحان؟ إيه، وأنا وافقت، بوفي ديوني لكامل وبسكر الباقي، يعني بعد هلأ بدي أشتغل معه، شو رأيك؟ شو بدي أقول لك، كله خير والله، بظن هالمرة رح تزبط، تفائل، بكرة بتشوف. راجي شو الأخبار؟ أنا سرحان تهتجي. شكرا شكرا وأنا منيح. بدي أطلب منك طلب، تعرف بارش هواس؟ المسا خد معك كم شخص وروحوا سهروا ببار الزيتونة، بارش رح يكون سهران هنيك، بدي منك تعمل معه خناقة صغيرة. بس أصحكم تضربوه للشاب، أنا بحبه كتير، ها؟ شوية عياط للفت الأنظار، مو أكتر من هيك بنوم. شو بدي أقلك، شو رأيك الليلة نقعد وندردش أنا وياكي وبارش؟ بدي إياكم بموضوع، أنت حاكيه وزبطيها. تمام تمام ماشي، بس ليكي ما تحسسي إنه أنا يلي طلبت منك، ماشي؟ سيلان ممكن تحكي لنا شوي عن مشاريعك الجديدة؟ آخر شي كان عندك عمل سينجل. إيه سينجل، ومثل ما بتعرفوا من 3 سنين عم حاول أعمل هالشي، والخبر المنيح إنه أخيراً رح يطلع. اشتغلتي مع موسيقيين كتير مناح. إيه معجبة بالكل ومتحمسة كتير كمان، وبتمنى أنتوا والمتابعين تعجبوا فيه. أكيد رح يلا أكيد بدها تحكي معي. أكيد بدها تحكي، حكيت معها بغرفة المكياج وقلت لها رح يكون خبر قوي وكتير بالغت، إن شاء الله ما تتراجع. لنشوف، بدهم ينزلوا صور ولازم الكل يعرفوا هالقصة، واللي عامل ضجة كبيرة إن شاء الله تزبط ويمشي. أنا متأكدة رح يبين شيء، بس رح يصير معنا شيء، فياريت نخلي متابعينا معنا على الهواء. يا ترى شيرمين ممكن توصل لعش الزوجية مع مكان؟ والله ما حدا بيعرف أبدا شيرمين شو ممكن تعمل، بس بظن انه انا رايحه على عش الزوجيه. حكيت. عم تحكي جد؟ حكيت. ايه ليش، شو ناقصني؟ حلو كثير. اكيد مو ناقصك شيء، بس مين هالرجال المحظوظ؟ والله لاول مره رح احكي هون هيك النصيب. الرجال يلي بحياتي اوكان كاي مازلار. حلو كثير. يا شباب في له صوره فينا نشوفه يا ترى؟ زينب اكيد بيكونوا مجهزينها جوا، خلونا نشوف الصوره. حلو كثير، ممتاز، عرضوا يلا. مو معقول، شو ظريف، ما شاء الله انتو كتير لابقين لبعضكم. ألف مبروك. كشف، بتشكركم كتير بجد، هو شخص مميز بالنسبة لإلي. نحنا من 4 شهور مع بعضنا، بس حبينا نتخفى وحبينا نتأكد من مشاعرنا. وانتو كأنه كتير بتشبهوا بعضكم. هنن ما بيشبهوا بعض أبداً، شو هالحكي هاد؟ يعني يلي بيحبوا بعض بيصيروا بيشبهوا بعض أكيد. ما شاء الله.
أوكان رجال رومانسي ورقيق وعاطفي. انت هيك رح تخلينا نغار منك سيلا؟ رجاء ما تغاري يا روحي، انا بتمنى لك كل حدا مشتهي يعيش حالة حب مثلي انا. دخيلك خليه لك. امين. 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 في مشاهدة حابة تحكي معنا مباشر. يا شباب فينا نحولها؟ الو؟ برنامج موفق زينب خانم، انا بتفرج على برنامجك وبحبه كتير ومعجبه كتير بسيلان خانم. كلك ذوق، بتشكرك. قبل شوي حطيتوا صورة الشخص يلي بدها تتزوجه، انا اتصلت مشان هالموضوع. الرجال اللي بالصورة اسمه الحقيقي علي خان تونج، هذا الزلمة انا عشت معه 4 سنين. صدقوني صرف كل شيء بملكه لاخر قرش وشلحني كل شيء، بعدين زتني ومشي. يا جماعة هاي اتهامات خطيرة، بتحبوا نخلي الاتصال ولا نقطع الخط؟ سؤال لحظة. ما فهمت يا خانم. هذا هو لتكوني غلطانة. استني يعني بدي اتصل. استني، اكيد في سوء تفاهم ما هيك؟ كنت عرفانة من شكله باين علينا الصاب، كنت عرفانة من الاول. هي اتهامات كتير كبيرة بحق الشخص اللي كان بالصورة، خلونا ناخد اتصال تاني ونتأكد. مرحبا، يعطيكم العافية. ممتاز. انا بعرف الشخص اللي كان بالصورة باسم محمد جان قويمجة، عشنا مع بعض 6 شهور وخلال هالست شهور وعدني بالزواج وضحك علي واخذ مني بيتي وسيارتي وكل شيء بملكه. أكيد انا بدي اشتكي عليه. مين بيعرف لسه قلوب مين حرق؟ اكيد انت غلطانه. روقي خليكي يا جماعه، خليكي هاديه، حدا يخبرني شو اللي عم بيصير. تمام يا شباب، خلينا نقطع البث. نجحنا. تعرفي طول الوقت كنت خايفة، كنت حاسة إنه في شيء بده يصير، ماني عارفانة شو بدي أعمل هلأ بحالي يا لميس. متأسفة كتير حياتي. وإنتي بتعرفي إنه أنا بعمري ما كنت سعيدة، يعني أوقات كنت حس حالي سعيدة بس بعدين يصير شيء معي، ويمكن عشت بوهم بس مالي فهماني ليش هيك صار. إنتي قليلي، أنا عمري زعلت حدا؟ ليش كل هالشغلات عم تجي على راسي انا؟ طيب كسرت قلب حدا؟ يعني لهالدرجه انا هبله ومالي فهمانه؟ كرمال الله لميس قليلي انا وين عم اغلط؟ والله عقلي رح يوقف عن التفكير، رح جن انا. سيلان انت ما غلطتي بشي ومالك اي ذنب، الرجال نصاب، هو بلا اخلاق، هو واحد لا عنده ضمير ولا بيحترم اي شيء كمان. بس معقوله انا ما حسيت بشي وما شكيت فيه ابدا؟ ومن ناحيه تانية كان يعاملني كثير منيح، كان ظريف كثير معي. لك ما عمل أي شيء سيء. بعرف حياتي بعرف، بس أنتي ما طلعتي لحالك. ها؟ ما سمعتي كم مرة طلع متضحك عليها؟ وتبهدلت قدام 80 مليون وصرت مهزلة. لا يا روحي مو صح، مو أنتي اللي تبهدلتي. ليش أنتي شو عاملة لحتى تتبهدلي؟ أنتي كنتي سادة ونظيفة معه وثقتي فيه وحبيتي كمان، ليش لحتى تتبهدلي أنتي يعني؟ لا تقلقي يا عمري، لا تقلقي، خلاص اهدي، بكرة كل هاي الأمور بتنحل وأنا رح ضل جنبك دايماً يا عمري. لميس بتشكرك كتير يا روحي، انتي أنقذتيني ولولاكي ما بعرف شو وقع على راسي. معناتها أنا عاملة شغلات منيحة. ما تقولي هيك، انتي دايماً بتعملي شغلات منيحة بس غبية شوي مو هيك؟ شوي ايه بعرف. بابا؟ ابني أهلين فيك. أهلين فيك. أمي شو طابخة؟ ريحة الأكل واصل للدرج. تعال خليني فهمك، البيت السعيد بشو بيتميز يا ابني؟ بريحة الأكل؟ طبعاً. اطلع يا ابني، الرجال الشبعان بيقعد بالزاوية، اطلع علي، والرجال الجوعان بيعمل مشكلة وبيعمل خناقة وضجة. أمك طبقتني بأكلاتها الطيبة وأنت بتعرف هالشي تمام. لا ما بعرف هالشي. لا، أمك كانت مثل الشيف، كانت تعمل كل شي طيب. ليك رح فهمك. هلأ أنا وياك قاعدين هون وعم نحكي عن السياسة والرياضة وغيرها، بس أمك ما بتهتم بهيك شغلات أبداً. بس إذا جبنا سيرة أكلة من أكلاتها رح تنتبه دغري. لازم دائماً تقلها يا ماما طبخاتك طيبين كتير ومن بعدك ما حدا يطبخ. حتى إذا شي طبخة من طبخاتها ما عجبتك كتير بدك تقلها يسلم ذياتك يا ماما وتبوس إيدها وش وقفة. بابا أنا ما فهمت، يعني هذا كمان شرط من شروط الزواج السعيد؟ لا، هذا من شروط إنك ما تغفل مسا على الكنباية يا ابني،
اسمعني ليك، بما انه بعدك باول الطريق لك ابني، انفوت بريشك. لك اسمع مني ها؟ بابا انا ما عم افهم عليك شيء، يعني عم تمدح بامي وتقلي مرتاح معها كثير، وشي بتقلي هروب وانقذ حالك، ما عم افهم عليك. شوف يا ابني، لو انت مثلي صار لك متزوج 42 سنة، كنت فهمت بكل شيء وكثير منيح. بارش ليك حياتي، ما فيني اطلع فيك كثير حاليا لانه عم سوق، تمام؟ هلا ليك حكيت مع جلال بيك وفهمته كل شيء بكل هدوء، وقلت له انك عم تمرق بفتره صعبه حاليا، وقال لي تمام، وبكره بدنا نروح مع بعض ونحكي معه. تمام. وحكيته بموضوع امير؟ بدنا نشوف، لسه ما في شيء واضح لهلا، بس ليك بارش انت من اليوم ممنوع تتحرك لوحدك وما بتحكي مع حدا بدون علمي، عم تفهم علي؟ طيب ودجلة شو حيصير فيها؟ ما رح يتركوها بحالها؟ استنى حياتي رح صف على جنب. اسمعني بارش، بس يعرفوا انه ما رح يطلع منا شيء رح يتركوها بحالها. بس ليك هي عم برجع وقلك مرة تانية، شو ما صار يصير، شو ما بدهم يعملوا، لازم تبقى هادي، لأنه هن رح يضغطوا عليك ويحاولوا يخلوك تعصب. تمام حياتي؟ ما بدياك تعلي صوتك، اتفقنا؟ اتفقنا. أوكي، وهلأ حاول إنه تريح حالك منيح، لأنه باين عليك تعبان كتير. بوساتي إلك، انتبه على حالك. وأنت كمان. Je voudrais expliquer une dernière fois la scène à Mouratane. حابب يشرح لك المشهد لآخر مرة. Écoutez bien Mouratane. انتبه منيح لأنه المشهد كتير مهم. Le tramway va arriver dans cette direction. أنت بتجي من هاي الجهة؟ ما عم صدق كيف بيطاوعك وبيعمل هيك يا سراج. الرجال لما شافك سألني عنك، قلت له كان شريك قديم إلنا. دخيلك، ما كان لازم نخاطر وخاطرنا، شو فيها؟ تخيل إنه نجم مهم مثل مراد عم نعامله معاملة مغني شوارع. ما أصلاً هي شغلتنا، نحن بنعمل من المستحيل ممكن، بنعمل اللي ما بينعمل، بس ما يقوم فريقه يحسسه بشي. طمن ولا تشغل بالك، المبلغ اللي دفعناه للفريق بنسيهم الحليب اللي رضعوه. كل شي تمام هي؟ ايه؟ ها أوكي، لكن خلونا نبدأ، يلا يا شباب كونوا جاهزين بدنا نبلش. Duymazdan geliyorum anlayacak bir şeyler arıyorum kafamı dağıtıyorum sükunetine. Yi Jalal Jalal telefonak am birin ya ruhi ma tayti bil hammam ma rah yesma'ik tayyib mashi ana rah rad alo na'am ألو؟ أهلا وسهلا، مرحبا، هاد تليفون جلال بيك هو مشغول ولهيك أنا رديت بداله، أنا بكون أمه. ليش عم تردي على تليفون الصبي؟ زكي أنت ما تتدخل فيني الله يخليك. تفضلي بنتي. ما تواخذيني إزعاجتكم. يا عيب الشوم، إزعاج شو؟ شو بتريدي منه؟ جلال بيك كان ناطر عقد إعلاني لحتى يوصل، وصلنا ولهيك اتصلت لخبره. يعني إذا في مجال ممكن تقلي له يتصل فيني أو ماني عارفاني، يا ترى أنا جيب له إياه؟ إيه طبعاً بعرف، عندي خبر بهداك العقد، هو حكالي عنه إنه مهم كتير، فبظن إنه لازم تجيبيه لعنده فوراً. طيب اسمعي لقلك، هاتي ورقة وقلم وكتب العنوان، أنا رح أعطيك إياه بالتفصيل. لا ما في داعي خالي، أصلاً أنا بعرف وين عنوان البيت، وإذا ضيعت رح دقلكن. تصبحي على خير. تصبحي على خير ميسرة. يا نيرمين، ليش عم تتدخلي بشغل الولد بدون ما تعرفي شي؟ أنا ما عملت أي شي، ليش شو عملت؟ قلي. المخلوقة كانت عم بتقلي إنه العقد مهم كتير، أنت قلت لها تجيبه فوراً، بس إجيت بدي أعطيها العنوان، عم طلعت بتعرفه. يعني إنه هي جاية على هذا البيت من قبل يا زكي. كمان بدي أرجع عيد، يعني أنت يا ريت ما تتدخل بشغلي في مجال. بصير دخيلك، أنت بتعرفي بكل شيء أكتر مني. دجلة دائما بتتأخر هيك؟ لا، أوقات بتطول بالشغل، بس بالعادة بترجع 8.
خالي ليلى بدي اقول لك شيء بس خليه بيناتنا. قولي يا روحي. بعرف انه دجله مو مخبرتك، بس قبل كم يوم مشوها من الشغل. ولا شو؟ من جهه اللي صار مع بارش، وطبعا في امير كمان، صار سوء تفاهم بس ما سمحوا لدجله تحكي شو اللي صار معها. هذا هو اللي صار، وهي حتى ما طلبت مساعده ابوها. ومرقت بمواقف صابه مع بيسان. عم خبرك مشان تعرفي، يعني بصراحه ما انا مرتاحه كثير، وهي ما بدها تضايقك بهمومها. هن رجعوها على الشغل بس ما بعرف هي قديش رح تضل. شكرا ميرال، بتشكرك لانك خبرتيني. بارش، انت شو عم تعمل هون؟ اجيت لأحكي معك يعني. بارش بتعرف وضعي قديش صعب بهالكم يوم؟ امي بالبيت وصحفيين حايمين حوالي، عن جد الوقت ما له مناسب ابدا. طلعت ما لقيت حدا، واصلا برأيي فهموا انه نحن ما في بيناتنا شيء. أنا بس حابب إني أحكي معك. بس بارش رجاءً دجلة، أنا بدي أخذك على مكان ما يخطر ببال حدا. حابب أحكي أنا وياكي شوي. شوف بارش، إذا بدك تفتح نفس الموضوع مو مثل ما أنا مفكرة، صدقيني. طيب ماشي، يلا. برافو. هالمرة زبطت سراج بيت. هذا هو مراد، بعد ما يوقع العقد منقول طلع عنده 5 ألبومات وما له مخبر حدا. وحتى أنت كمنتج ما كان في عندك خبر هيك من قله، وخلصت القصة. بكرة تعوا فورا وخلونا نحل هالشغل. أيوة. أحسن ليك بالنسبة لمسألة بكرة منحل بينات بعضنا، أوكي؟ طيب عن جد بهنيك، عطيته شي فوق اللي كان بيحلم فيه. هو ما كان متوقع هيك انجاز، انت خليته كتير سعيد. شكرا، انبسط فوق ما بتتصور. بهنيك tout mon cœur je vous remercie pour cette prestation exceptionnelle des émotions. حفلة لحظة من حياتي ما تخيلت هيك. لك يا هذا مراد، ايه هو؟ ايه مراد؟ امشي. لك والله هو عن جد ما انا مصدق. ليك روح مشيهم لهدول على السريع. لو سمحت سراج بي، قول له انه مشبهيني لحدا. ما بعرف كيف بفسر له مشبهيني لحدا. القصه كثير واضحه، ما فيني اعمل شيء. شو بدي اقول له؟ خلص قولي هيك. لو سمحت مراد، اذا بتريدوا امشوا. لا 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 اذا بتريدوا لكم في تصوير ما بصير هيك. نجمي المفضل، ما قلت لي هاللحظه. لو سمحت معروف رجعي لورا. لو سمحت معي انت مراد. سافا مسيو تو تي بيان. ما تعمل هيك ان شاء الله، وقف شوي. يا الله شو هالحظ بعد ما وصلت اللقمه للتم. شو جابهم هلا؟ ما شاء الله عليك، اللي بتقولي عنه ما بيعيش يومين. يعني هلا القصه انفقست بسببي انا سراج بي؟ شو هي خطتنا الجاي اللي بدها تنفجر؟ غريبين انتم كرمال الله. اسكتي انت وياهم، خربتوا كل شيء. يا انسه اذا بتريدي انت هيك عم تعملي. كثير بنحبك احنا. يلا الكل لورا. يلا اذا بتريدي. شو لوين جايبنا؟ انا ما بعرف هالمكان ابدا. هذا المكان للأصدقاء القدامى بس، بيجوا لهون لحتى يحكوا مع بعضهم شوي. ريفا، نحن هون بريفا؟ لا مو بريفا، ريفا هنيك. آه، طيب وليش جايين لهون؟ بدنا نشرب سحلة بريفا المشهور، وبدنا نتمشى شوي. بكفي هون ما في صحفيين يلحقونا ويصورونا. شو رأيك؟ حبيت الفكرة ولا لا؟ لحد هلأ ماشي الحال حلوة. مساء الخير. مساء النور، اهلين. تفضلي هدول هن. لا معقول من على الباب؟ تفضلي بنتي. لا عن جد ما بدي ازعجكم، الوقت متاخر. ازعج شو يا روحي؟ تعي تعي. ايه طيب ماشي رح فوت. تفضلي بنتي، اهلا وسهلا، فوتي.
ما تزعج حالك ابدا. اهلا وسهلا، انا ابو جلال زكي. وانا سهيلة، تشرفت فيك. وانا تشرفت فيك يا أنسة. حطي هالظرف من ايدك شوي وتعي معي فوتي على المطبخ. تمام طبعا فورا. يلا. والله البنت حلوه. خلاص تفضلي. يلا. بابا مين اجا؟ اجت بنت حلوه وعجبتها لامك. روق روق. مين بنت؟ اي بنت يعني؟ سهيلة جابت لك ملف وامك اخذتها وراحت معها على المطبخ. ما تقول اوف، ما تقول اوف، لو ما عجبتها هالبنت والله كانت كرهتنا عيشتنا. والله ما في شيء من اللي عم تفكروا فيه ابدا. بدك تقول ما في، ما تعذب حالك على الفاضي ابدا. انا برايي في. ما بدي اقول لا بابا، في بس ما في هيك شيء، يعني نحن لسه بمرحله التعرف على بعض ولساتنا هيك يعني من هالشيء. تمام تمام، لكان وينك؟ نحن بالطابق الثالث، نط لتحت وما بصير لك شيء. بابا انا عن جد ما عم افهم عليك، عم تقول لي هروب ونفوت بحالك. تمام انا بدي اهرب وانفوت بحالي يا بابا. تمام لكان وينك؟ روق لكان روق، في بالاجواء ريحه عشق. تفضل. انا كنت جايبت لك الملف وفجأة لقيت حالي بالمطبخ. طبعاً طبعاً، أهلين فيكي سهيلة، ماما بتحب هيك شغلات كتير. أهلين فيك. بس الواضح إنه أنا وسهيلة رح نتفاهم مع بعضنا كتير. لكان هيك، أنتوا عشو متفاهمين؟ موضوع الأكل أكيد، بالصدفة كتر خيرها نرمين خانم عامل الأكلات يلي بحبها. هيك بزعل منك سهيلة، ما تقولي خانم ومدري شو. رح جيب الباقي. يلا. لا تنسى إنه رحنا بالطابق الثالث، ارمي حالك بشباك التواليت ونفوت. بابا وقف، كرمال الله توقف. يا سلام، خلصنا سهيلة، تفضلي وعدي معنا. لا أنا ما بدي أبقى، يعني ساحتين عقلبكن، أنا اسمحوا لي هلا. مستحيل تروحي، تفضلي عدي لو سمحتي. لو سمحتي يا سهيلة. أمك خلال أسبوع راح تروح وتطلب البنت تعلم على كلامي. بابا بابا خلصنا بقى. لا بقى. يلا يا جماعة تفضلوا على الأكل. أهلا وسهلا. إيه صحة وهنا. يا سلام هيك منيح. شو صار لك؟ إيه صحة على قلبك. دجلة لسه في قرفة هون. هيك راحت. مش الحال. خلص راحوا. ايه عم بسمعك. اذا بدي احكي بدك تكوني جاهزة لتسمعيني. طيب تفضل عم بسمعك احكي. دجلة فكرت كتير باللي حكينا انا وياكي، وانا بدي اياكي تسمعيني. نحنا اتوترنا كتير، وانا ما عاد بدي يصير هذا التوتر بيناتنا. فكرت بوجهة نظرك ولقيت إنها صحيحة. ما تقلقي، ما رح أرجع أفتح هذاك الموضوع. أنا ما فيني أجبرك على أي شيء، وأنا ما بدي أضغط عليك، وهاي هي القصة. تمام؟ فهمتي شو بقصد؟ لك هذا بارد مو؟ إيه. وليش استغربتي؟ ما شربته من قبل، وبشوفهم بيشربوه بالشتاء، قام فكرته سخن أو على الأقل فاتر، بس مو بهالبرودة. هلا كأنك عم تغيري الموضوع؟ دجلة اشتقت للحكي معك. Thank you.
يعني ما بدي احكي لك عن مشاكلي وزيد همومي فوق همومك، كنت واضح وصريح بهداك الموضوع، وانت قلتي انك مالك لزقت الجروح وكان معك حق. ما قدرت قلك انه بعرف ابوكي، والحق معك انك تعصبي. موضوع الايميل ما كنت بعرفه وبعدني ما بعرفه. الايميل كان بخص بابا. ايه سراج اوزال بيكون ابي. ايه تركنا انا وامي وراح، ولما كبرت ما شفته جنبي ولا بيوم من الايام، ولما اجيت لهون حاول يحط بجيبتي مصاري ويبعدني عنه. هذا هو بابا. بس بتعرف بارش انا شو اللي كان بدي اياه؟ كان بدي لما عرفت تجي لعندي وتسالني الي وتحاكيني وتفهم مني. بتعرفي وانا فكرت بنفس الشيء، قلت يا ريت دجله اجت وحكت معي وما خبت عني. وبيسان لما أصرت أني ما أقول لحدا، يعني أصلاً هيك موضوع لمين بدي أقوله وشو بدي أقول؟ بيسان لما عرفت بهالقصة جات وهددتني وطلبت مني أطرد بوسي من الشغل، وصار شغلات سخيفة كتير وقتها. صدقيني ما كنت دريان بنو، لو كنت بعرف ما كنت بسمح بهيك شي. كنت بعمل كل شي بيطلع بإيدي لحتى أحميكي. بعرف أنت مانك بحاجة للحماية مزبوط، بس على الأقل كنت وقفت جنبك. دجلة، إذا حبيتي تحكي معي بخصوص أبوكي أو بأي شيء تاني شو ما كان يكون، أنا موجود وجاهز دائماً. بس لك إذا بترجع فجأة بتحاول تحاسبني أو بتحاول ترجع تضغط علي بخصوص أمير، وقتها صدقني. دجلة والله أنا كتير متحسن وتعبان على حالي، فشو رأيك بلا له الموضوع؟ ماشي. شو عجبك؟ عجبني، بس يعني لو كان سخن كان رح يكون أطيب بكتير، مثل السحلب. سهيلة عن جد ما تواخذين؟ شو هالحكي؟ أمك وأبوك عن جد ناس زراف وقراب من القلب عن جد؟ إيه صح. وعلى فكرة ما في داعي توصلني، أنا بروح لوحدي. لا يا روحي ما بيصير، تأخر الوقت. أنا نسيانة مفتاح البيت بالوكالة. إيه تمام، لكن بالأول منمره على المكتب وباخد المفتاح وبعدين بوصلك على البيت. إيه طيب يلا. يلا اطلعي. أنا بعمري ما شفت ولا سمعت بهيك شيء قبل، يا ترى كيف ممكن أتصرف معكم بعد اللي صار؟ يعني مالي عرفان، اشتكي عليكم ولا أرفع القبعة على جرأتكم؟ oui bien sûr. J'appréciais beaucoup Mouratane et je pensais avoir trouvé la personne idéale. Mais je veux un véritable musicien de rue, avec de véritables émotions. Pour ces raisons, il m'est impossible d'inclure Mourat dans ce projet. انتو اعتبرتوني واحد غبي. مو هيك القصة. معه أنا حبيته لمراد كتير، بس ما بيصير بهالشكل. أنا عم دور على عازف شوارع حقيقي لأني بدي مشاعر حقيقية، وما فيني أقدم هالمشاعر عن طريق نجم معروف لهالدرجة. ولهيك بكل أسف، لو قد ما حبيته لمراد بس مستحيل يكون معنا. فداك يا أستاذ فرانسوا، قولي له ترجمي ترجمي. أوكان بروبليم. Cependant, au sujet d'un tournage l'été prochain, je pense que Mourat pourrait tout à fait faire l'affaire. أكيد حكى شيء مهم. شو؟ بس كمان المشروع اللي بدي صوره السنة الجاية بتصور، مراد رح يكون مناسب له تماما. ما قلت لكم؟ والله عرفت. Oui, vraiment. Il s'agit d'un tout autre sujet, ce n'est pas la vie d'un chanteur. Si vous êtes disponible, rencontrons-nous demain soir et discutons-en autour d'un dîner. شو قال فهمينا؟ إيه بجد، بس هالمرة ما رح تكون قصة حياة مغني، الموضوع شيء تاني تماما. بكرة المساء إذا كنتوا فاضيين رح نجتمع ونحكي معكم بكل هالتفاصيل. سراج بيك، فينا نبوسه للأستاذ؟ كيس كيل دي ها؟ Il veut t'embrasser. Non, non, moi, non. Mais bien entendu, votre agent peut tout à fait se joindre à nous lors du dîner. طبعا مديركم كمان معزوم معنا على هالاجتماع. شكرا، ممنون لطفك. لا خليني بوسك، تعال قلك.
للحظة قلت خلص انتهينا وراحت علينا. يعني هلأ صار فينا نفرح سراج بيك؟ لا تقولين انت لا تفرحي، بس تفرحي بيصير العكس. الله يسامحك. عن جد شكراً كتير سراج. لك شو بس هالشغلة؟ لسه بدنا نشتغل شغلات كتيرة، السنة الجاية بدنا نمشي على السجادة الحمراء مع بعض. طبعاً يا روحي، لسه في هوليود وبوليود كمان. بس يحط شغلة براسه بيعملها. لكن شو؟ خير إن شاء الله؟ أنا نسيانة مفتاحي هون وجاي أخده. وانت شو عم تساوي؟ ها سراج، صدفة حلوة كتير، لازم أحكي معك خمس دقايق، فاضي شي؟ طبعا طبعا، تفضل خلينا نحكي. طيب ايه خير ان شاء الله؟ المسألة بيسان. شو صاير كمان بارش؟ لا لا لا، هذا مانو شي بخص بارش. لا انا كنت بموعد مع ممثل. مع مين؟ لا تهتم وخليني محتفظ باسمه، بس فتحنا موضوع المسلسل العثماني اللي رح ينعمل على الديجيتال. عرفته اللي فوق ال 18؟ ايه. عرضوا على بيسان دور البطولة. ايه يعني ما بعرف شو النتيجة، بس انا بعرف انه في هيك عرض وحبيت اني خبرك. طيب شكراً. تمام شوفها. سراج، فينا نحكي شوي أنا وياك؟ طبعاً، أهلين، تفضل ارتاح. أنت عارض شغل على دجلة؟ معناها الأخبار عم تنتشر بسرعة. يا ريتك استشرتنا قلنا، على الأقل أنا. يعني بالواقع ما لقيت في داعي، لأنه لميس كانت مقلعة دجلة. إيه؟ انت جاي هلأ لتسألني عن مساعدة لميس؟ لا لا لا، بس بدي احكي بالشغل الجديد يلي اجاها لبيسان العثماني لقيتين. حكيت مع بيسان؟ هي قالت لك؟ لا، عرفت من حدا تاني. ما حكيت بيسان، لحكيك اول. طيب وانا كيف فيني ساعدك؟ حكيت معك بخصوص بيسان، قلت لك مو مرتاح لشغلكن مع بعض، مزبوط؟ ايه مزبوط، حكيت بكل وضوح، وانا قلت لك انه ما في شي بيدي للقلق ابدا. حلو الكلام. شو ما كان هالمشروع يلي ببالك لبيسان هالفترة، لكن انا برفض رفض قاطع انها تمثل اي مشهد اباحي، وهون رح نتساعد انا وياك. شو قلت؟ لا ما فيني ساعدك سراج، انا مدير اعمال لبيسان، لهيك بتوقع انه هالمشروع مهم كتير بالنسبة لها. وبعدين بيسان كتير عجب المشروع ومتحمست له. بس قلت لك انا رافضه. فيك ترفض بس ما بتغير شيء. عم تعمل هيك معي مشان قصة توبة، مزبوط؟ توبة بيوكستن. لأني ما خليتك تشتغل معها قبل سنين، ما هيك؟ سراج، أنت عم تحكي عن جد هلأ؟ يعني مقتنع أنه هي القصة لليوم مأثرة علي؟ ومن بعد كل هالسنين اللي مرقوا بدي انتقم منك؟ ما بعرف أنت اللي. شكلك أنت غيران، يعني اشتريت شركة كانت رح تغرق وأخذت بيسان عم شغلها معي. حلو، فهمت عليك. أنت كتير مكبر القصة سراج، أنا تجاوزت اللي صار وما عم فكر فيه لحتى أجي وفكر بالانتقام. هديك شغلات انتهت وراحت، خلص أنا رجعت وعم أسس شغلي مثلي مثلك، وين المشكلة؟ يعني ما بدك تخطي ولا خطوة لورا؟ مستحيل، ومن بعد هلأ ما بيحق لك تحكي بخصوص بيسان لو شو ما صار لتكون بالصورة. شو قالي؟
أنا حكيت اللي عندي ومن بعدها كلياتنا رح نشوف شو بده يصير. بدك ترشح واحدة من ممثلاتك للدور بدال بيسان ما هيك؟ كلاسيكي. ليك سرحان، إذا بيسان ما بتتراجع عن هالشغل بضمن لك أنه رح خليك ترجع عن نيويورك بأقرب وقت. سراج، تعرفني بلعب بوكر كتير منيح وما في بين إيديك أي شي يخليك تلعب، بس بتعرف تحكي منيح. بس شو علي؟ منلعب يا سيدي. شوفي ورانا، خلينا نشوف مين يلي رح يربح. مو ملاحظ انه هذا اعلان حرب؟ ايه اكيد.